سلام من الله تعالى وبركاته إخوان، ومرحبا بكم في مقطع جديد. في مقطعنا لهذا اليوم سوف أشرح لكم طريقة الحصول على لاعب إيكونيك مومن من متجر أي فوتبول. إن شاء الله سوف نحصل على هؤلاء اللاعبين، وسوف نحل مشكل نسيان يعني كلمة مرور الجيميل المربوط بحسابكم أو باللعبة إن شاء الله. لذلك قبل البدء في الإطلاع على هذه التفاصيل إخوان، لا تنسوا تشجيعنا بلايك والاشتراك في القناة. أول شيء سوف نقوم به يا إخوان هو الدخول إلى متجر أي فوتبول كما ترون. هذه أول خطوة سوف نقوم بها، ثم سوف نضغط على بوان أي فوتبول، ثم سوف ننتقل عند جو. كما ترون يا إخوان لدي 15,000 عملة أي فوتبول، وبإمكاني شراء هؤلاء اللاعبين يا إخوان. لذلك سوف أضغط على أحد هؤلاء اللاعبين وسوف نعمل إتشانج كما ترون، ثم سوف ننتقل إلى هذه الصفحة يا إخوان، ثم سوف نضغط على continue، ثم بعدها يا إخوان سوف ننتقل إلى هذه الخطوة. بعدها سوف نكتب الكلمة مرور الخاصة بنا يا إخوان، كلمة ليس كلمة مرور الجيميل الخاص بكم، بل كلمة المرور الذي قمتم بإنشائها بعدما قمتم يعني بربطها في موقع كونامي. ثم يا إخوان بعد كتابة هذه الكلمة أو كلمة مرور سوف تقومون بشراء اللاعبين بطريقة سهلة يا إخوان. أما بالنسبة للناس الذين يعني نسوا كلمة مرورهم يا إخوان، سوف نضغط على هذه الأيقونة التي أسفل غوتوغ كما ترون، وهي vous avez oublié votre mot de passe. ثم يا إخوان سوف نضغط عليها، ثم سوف نكتب هؤلاء يعني هذه الكلمة، ثم بعدها سوف نضغط على سويفون. كما ترون إخوان سوف يرسلون لنا يعني رابط في الجيميل الخاص بكم، في الجيميل الخاص بكم أو المربوط باللعبة. ثم يا إخوان سوف دقيقة إخوان سوف أدخل إلى الجيميل المربوط بهذا الحساب. كما ترون يا إخوان لقد أرسلت لنا شركة كونامي الرابط الذي من خلاله سوف نقوم يعني بتغيير كلمة مرورنا يا إخوان. ثم يا إخوان بعد ذلك دقيقة سوف أضغط على الرابط. بعد الضغط على الرابط التالي يا إخوان سوف تظهر لنا هذه الصفحة، وسوف نقوم بإنشاء كلمة مرور جديدة وسوف نعيدها أسفل يا إخوان. كما ترون يا إخوان بعد تغيير كلمة المرور الخاصة بنا سوف نكتبها هنا مباشرة، سوف نضغط على continue، ثم يا إخوان سوف نضغط على جاكسبت على العلامتين التاليتين إخوان، ثم سوف نضغط على أكسبت. ثم يا إخوان بعد ذلك سوف نرجع إلى اللعبة مباشرة وسوف نقوم بشراء اللاعبين بطريقة عادية إخوان دون أي مشكل. ثم كما ترون يا إخوان مباشرة سوف نقوم بشراء اللاعبين بطريقة عادية كما قلنا ب 5,000 عملة أي فوتبول. كما ترون سوف نحصل على 3 لاعبين ايكونيك مومن، اللاعب الاول ثم اللاعب الثاني البير. ثم اللاعب الثالث. هنا موضوع. كما ترون يا إخوان قد اشترينا جميع اللاعبين. ملاحظة يا إخوان أما بالنسبة للناس الذين لم يربطوا حسابهم بكونامي يا إخوان، لن يستطيعوا أبدا يا إخوان شراء هؤلاء اللاعبين. لذلك يا إخوان يجب ربط حسابكم بموقع كونامي يا إخوان. هذا هو مقطعنا لهذا اليوم أساطير، أتمنى يكون شرحي في المتناول، ونلتقي في مقطع جديد بإذن الله.